أما زعمتم أنه حدث السن وهو شيخ مكتهل. قصدت عقله لا عمره يا مولاي، فكم من شيخ أسن وهو في عقل الصبيان. ما تقول في القرآن يا ابن حنبل؟ كلام الله. هل نظرت إلى ابن أبي دؤاد يا أحمد؟ ماذا تقول في علم الله يا ابن أبي دؤاد؟ أهو مخلوق أم غير مخلوق؟ ما أعرفه أن الله أحد صمد، لا شبه له ولا عدل، وهو كما وصف نفسه. هل القرآن شيء أم غير شيء؟ هو شيء. ألم يقل الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء؟ قال الله تعالى في الريح التي أهلكت قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماء والأرض؟ أم أنها دمرت ما أراد الله فقط؟ إن الرجل قد ألجم جماعتك ولم يستطيع معه قولا. إنه والله يا مولاي ضال مضل وصاحب بدعة. أسكتوه بالحجة، ما من حجة إلا وردها عليكم. ما تقول يا ابن حنبل في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أفيكون محدثاً إن لم يكن مخلوقاً؟ أخطأت أيها الرجل، ألم تسمع إلى قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فعلم نزول القرآن محدث عندنا وغير محدث عند ربنا. وما تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما خلق الله عز وجل من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي؟ هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثانيا، اقرأ الأثر جيدا، فقد وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القرآن. والله يا مولاي إنه صاحب بدعة ضالة. أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. لكن الأمور لا تستقيم بالقرآن والسنة فقط، يجب علينا أن نحتكم إلى صوت العقل. وهل يقوم الإسلام إلا بالقرآن والسنة؟ وهل نأخذ الدين والعقيدة إلا من القرآن والسنة؟ ماذا تنتظرون؟ كلموه، ناظروه.